المشاريع الوهمية ذات صيت سيء في العراق لم يقتصر تواجدها في العاصمة بغداد أو عدد قليل من المحافظات، فمحافظة واسط إحدى هذه المحافظات. فبالحديث عن هذا الموضوع نجد المشروع الكبير جدا في قلب المحافظة، المستشفى التركي. هذا المشفى الذي سلم أوراق عمله لشركة إيجارس التركية وضع حجره الأساس في عام 2012 وتوقف فيه العمل بعد عامين. منعنا من الدخول إلى الهيكل وتصويره من قبل حارس الأمن التابع للشركة المشرفة عليه. بدأ العمل في 2012 سنتين، ثم بعد ذلك تم التوقف عند احتلال داعش للعراق. ولحد الآن ما نعرف هذا المستشفى، تابع للوزارة الصحة، تابع للمحافظة، شنو؟ ماكو غير شركة، بس هاي الشركة تشتغل بالعالم، ماكو تعاقد جديد، مستشفى ليش متوقف؟ فتح حاجزين مكان ومتروس هاي الكلاب السائبة، وما نعرف أي شيء عن هذا المستشفى. محتاجة أكثر من هذا المستشفى، محتاجة الأمراض السرطانية، محتاجة لهاي الأمراض الحديثة، محتاجة لمباحث طبية. لحد الآن ماكو فد مشروع صحي ناجح في محافظة واسط. بدأ هذا المستشفى، بدأ بناها ب 2012، وضع الحجر الأساسي عليه ب 2014، توقف العمل. صالها لحد الآن ما نعرف شنو مصيره، صالها 8 سنوات هي متروكة، وهذه المستشفى عملاقة مثل المستشفى التركي. انت قاعد تشوفها شلون، يعني مستشفى كلش كبيرة، بس ما نعرف شنو مصيرها. نريد نعرف الى متى تظل هيك هاي المستشفى، هي مستشفى من يعني من اكبر المستشفيات في محافظة واسط. اما المشروع الاخر هو اكثر غرابة من المستشفى التركي. المدينة الرياضية التي اشرف على انجازها وزير الشباب والرياضة الاسبق جاسم البياتي، هذا المشروع وضع حجره الأساس في ذات السنة التي وضع فيها حجر أساس المستشفى التركي، وتوقف أيضا بعد عامين. هذا المشروع لم ينجز منه سوى سوره الخارجي. أكو عالم 500 عالم موجودة، ومدرستهم لحد الآن لا تزال موجودة، شيلوها جهولوها العالم بالشتاء. شيل قالوا مشكلتك، فلشوا البيوت على روس في سبيل شيلوا على بود اللي باشرون بالشسم. زين لما فاجش السول بتبلو، إذا ما بيفايدة البتبلو، لا بنو ملعب، لا مدينة رياضية، ولا عبد ولا صرح، بس بنو سياج وعافو. وشو كانت في عالم تقريبا بال 400-500 عالم، اجوا جهولوها شيلوها، واجا المهندس نفسه الأستاذ جاسم محمد، وبنى السياج. السياج كلفة حتى السياج 5 مليارات. الغريب في الأمر أن المشروعين متقابلين يفصل بينهما شارع فقط. كلا المشروعين وضع حجرهما الأساس وتوقف العمل فيهما، وظل مصيرهما مجهول حتى هذه اللحظة. مليارات الدولارات صرفت على مشاريع عملاقة في محافظة واسط، منها المستشفى التركي ومنها مدينة رياضية توقف العمل فيها منذ عام 2014 ولم يكتمل حتى هذه اللحظة. من محافظة واسط، محمد فراس، قناة التغيير.